طيب خلينا نروح للقاء تاني اجرته زميلتنا هنا ابو القاسم مع وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان داخل النادي الاهلي، ونرجع لضيوفنا في الاستوديو مره تانيه. بجد التحيه بيكم مره تانيه، ولسه مستمرين معاكم في تغطيه فقط وحصريا على شاشه قناه النادي الاهلي واحتفاليه نصر 6 اكتوبر. ومعي في هذه اللحظات المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان. في البدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه حضرتك بقى تكلمنا عن الاجواء الجميله جدا اللي احنا بنشهدها داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. برحب بيك انا وبرحب بالموجودين في الاستوديو، انا مش عارف مين اللي موجود. طبعا احتفالات اكتوبر دي كل سنه ما بتت يعني ما حدش بيزهق منها، حاجه احنا بتيجي علينا بنحس بذكريات جميله وحاجه فيها كده فخر وعزه نفس. انا والدي واحد من اللي حاربوا من 56 لغايه 73. عندنا في البيت عشنا كل الفتره دي من 67، كان والدي بيحارب في حرب الاستنزاف، وفاكر لما كان بيجي لنا كل شهر مره من الجبهه، وفاكر لما جه في يوم في الراديو طلع وطلب من المذيع انه يهدي لي انا ابنه يعني اغنيه ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار. وطبعا فاكر يوم الحرب نفسها الساعه 2 واحنا كلنا واقفين على السلم بنكلم بعض الجيران والناس كلها والناس اللي بتزغرط وكده. حرب اكتوبر هي حرب العزه والكرامه وفخر لكل واحد مصري عاش الفتره دي. انا كان عندي 7 سنين في الوقت ده، لكن فاكر كويس قوي كل الاحداث. عندي ابن عمتي شهيد في الحرب دي طيار، عندي عمي حارب في الحرب دي، وابويا طبعا الله يرحمهم جميعا حاربوا في الحرب دي. الحقيقة أن النادي الأهلي بيكون دايما حريص على دوره المجتمعي مش بس دوره الرياضي زي طبعا احتفالية اليوم، حضرتك شايف ده ازاي؟ والله هو النادي الاهلي في الاخر وفي الاول احنا دايما نقول الاهلي مؤسسه وطنيه وجزء من الدوله، واي حاجه تخص الدوله المصريه سواء احتفالات او مبادرات او اي حاجه النادي الاهلي لازم يشارك فيها. والنادي الاهلي دي مش اول مره، احنا من سنتين كان في نفس الاحتفاليه دي واتكرم فيها عدد كبير قوي. على فكره انا والدتي جت خدت شهاده تكريم ودرع النادي نيابه عن ابويا الله يرحمه. النادي الاهلي مش جديد عليه، واي حاجه ليها علاقه بالدوله ومبادرات الدوله بانتصارات الدولة النادي الأهلي تلاقيه جزء أصيل فيها. بشكرك جدا. شكرا يعني شكرا. ده كان لقائي مع المهندس وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان، ولسه مستمرين معاكم في تغطية خاصة على قناة النادي الأهلي. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو.